بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خوتنا وحبابنا وصحابنا والمتتبعين ديالنا، بارك الله فيكم ومرحبا بكم عند أطول درحيمو. معكم خوكم مصطفى مدير الشركة ديال أطول درحيمو، ومرحبا بكم مرة أخرى. ودائما وأبدا مرحبا بالناس اللي باعوا لنا هاد السيمانة ولا السيمانة الفايتة عبر المواقع اللي فتحناها، ولقاو استحسان كبير من المتتبعين ديالنا ودعمتونا، شكرا. والدافع ديال الاصدقاء والاصحاب باش فتحنا، ديجا كنا كنخلصوا الاشتراك ديالنا في موقع اللي هو معروف بالسيارات، 10,000 درهم تقريبا ولا اقل سنويا. العموم الحمد لله الموضوع لاقى استحسان وجاب نتيجة، اللهم لك الحمد. الناس تاقوا فينا وباعوا لنا السيارات ديالهم من مدن بعيدة وشريناهم هنا في الكراج ديالنا، وعجبهم الحال وعجبهم السيرفيس والخدمة اللي كنوفروا لهم أنا والدراري اللي خدامين معايا. الحمد لله أمور دلا فيزيت كيجيبنا تسهل عليه، حتى اللي كيبيع لي كنسهل عليه، يعني كيجي كيحطها في الكراج كندير لها لا فيزيت بعيني انا النيت، كنقلب هذيك الساعه، ما كنحتاجش استشاره كبيره، ما كنحتاجش موضوع كيطول، يعني الامور ديال 10 دقائق ولا 5 دقائق تيسمع، ولا كاع ربع ساعه بالكثير بين التعرف والهضره، وهذا تيسمع الثمن ديال طوموبيلته وتيتشاور. لا كان مقرر ديجا، راه تيتوكل على الله وتيبيع لينا. ديجا جاو عندي شي ناس من القناه ديالي من اليوتيوب وباعوا لي سيارة، تواصلوا معايا في الواتساب باش عجبوني. بعدا تبارك الله اللي كيكون باغي يبيع بصح وانتريسي، تيعجبك تيلوح لك التصاور ديريكت واتساب، تيعطيك الموديل، تيعطيك المعلومات، تيقول لك اشنو عندي، ها فوقاش شريت، ها فوقاش غنبيع، هادي 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 اللي دي طايب الزربه. المهم الموديل والكيلومتراج والثمن تيعطيهم لك بالزربه مع التصويرات في واتساب. كتواصل معاه، درنا الامور على خير. من بعد تيجي عندي، داكشي اللي تلقاه انا في الطوموبيل سير بلاص، تنقضي معاه الغرض، تنخلصو تنمشيو للمقاطعه، هذيك الساعه تنعفيه من لا فيزيت، يتسنى تنعفيه من يدوز البنكه، تياخذ الفلوس لي سبيس من هنا من البيرو، تيمشي مرتاح، فلوسو يدوز فيرسيون في البنكه عادي، يدوز يسني معانا في ليغاليزاسيون ديال الطوموبيل. والناس عاوتاني اللي كنبيعو ليهم حنا كنسهلو عليهم، كيجيو من بعيد كنسهل نوفرو ليهم الحمد لله كلشي، نديروا لهم لا فيزيت، نرشدوهم بالزربه الليغاليزاسيون، يعني جهدنا عادي، هذا روتين ولا عندنا الحمد لله حنا عادي. حتى امور دراسيرونس بالزربه تمشيو للشركه اللي حنا دايرين معاها اشتراك، تنقطعوا لهم شهير، راه كيسولوني الناس بزاف على هذه القضيه، راه ديجا هضرت عليها، تيمشيو بالزربه تيقطعوا شهير ديالهم، حنا تنتكلفوا ماشي مشكل. المهم شهير ديالو 400 درهم 500 على حسب السياره، عليه ما يمشي ان شاء الله للمدينه ديالو، يدفع الدوسي ديالو ياخذ الريسيبيسي ومن بعد يخلص اللي بغا. والمهم مرحبا بكم ديما وابدا، وتنعرض لكم السياره السيارات ديالنا والمقر ديالنا في قنيطره، مدينه قنيطره بير رامي حدا مسجد بدر، كاين اوطو ولد رحيمو، كاين الحمد لله عندي واحد لافاج اوطو ولد رحيمو عاوتاني فاش نوصل الطوموبيلات قبل ما تنحطهم لا نعرضهم للبيع. والحمد لله يعني الامور ميسره، والحمد لله زادت تيسرت بفضل الله عز وجل، ثم انتم والبارطاج ديالكم والثقه ديالكم معنا في الـ في الـ في, الـ في القنوات والحمد لله حنا خدامين دايرين جهدنا من شحال هذه، واخا ما كناش نبانو في هاد المواقع فرضا الحمد لله، وعندنا سمعه اللهم لك الحمد طيبه في السوق، تنحترموا الاخوه اللي تبيعوا يشريوا معانا في السيارات، تنحترموا تيحترمونا، يعني الحمد لله. وزاد كثر الحمد لله ملي درنا هاد المواقع هادو، تواصلنا مع الاخوه اللي كنا مازال ما كنعرفوهمش، تعرفنا عليهم، حيت ماشي كلشي كيدخل داك الموقع ديال السيارات، كاين اللي باغي سياره ولكن ما داخلش تما، دونك ملي كيشوفها هنا تيشريها. وعاد انا عاوتاني عندي تصور على قد الحال، يعني كنصور داك الشيء راكم عارفين، مولبس هاد الشيء، وتنستافد حتى من التعليقات ديالكم، وتنستافدوا من الاراء ديالكم ملي كتجيو عندنا عاوتاني كتعطيونا الجديد، وتتحاول تقارن كل فئه شنو باغا. يعني هذا مثلا رغم ان الحمد لله يعني عندي مجالات عده، بحال حتى المجال ديال البحار، والمجال ديال لي باطو، المجال ديال الجيتسكيات، المجال ديال الكوادات، الماطر كبار لي هارلي ولي جولدوين، وشي حاجه بحال الجاز، شي حاجه بحال هكا، هما الاختصاص ديالي. هذاك الشيء ديال السبور وهذا ما تنديروش ديال الماطر، تندير كلاسيك شي حاجه كبيره وحاجه نقيه وعلى قد حالي وعلى قد جيبي اللهم لك الحمد.
وفتح الله ما احنا عاديين، واللي عنده شي حاجه في قلبه ربي تيوفقه ليها، والانسان يبدا من الزيرو ماشي عيب، ومني يوفقه الله سبحانه وتعالى يشكر ربي ويتعامل مع الناس، ونطلب الله سبحانه وتعالى يرزق الجميع. والمساله ديال لي فيديو ولا تصاور ولا هذا، راه بالنسبه للتليفون ديالي تيعمر، تنصور الفيديو تيعمر، تنمحي لي فيديو تنحطه في القناه. فملي كيسولني شي واحد في الواتساب وترسل لي الرابط ديال القناه، حيت التليفون تيعمر ما تقدرش تصور حاجه اخرى. كاين الطوموبيل اللي تباعت وعاد باقي تيسول عليها الانسان، فتيقول قول لي الثمن، تقول ودي الثمن راه تيضرني بشحال تباعت. اي ودي ما نقدرش نقول لك الثمن، راه اللي شراها وصاني، ربما بعتها لصاحبي ب 10 ريال، يعاود فيها البيع في مدينة في الصحراء ولا في الشمال ولا في الجنوب ولا في الشرق ولا في الغرب، فما خصنيش نضر وانا نقول الثمن بشحال شرا. واخا هو بسيط الموضوع، راه ما كي دابا مع من مور كورونا، راه الناس خصها تفهم ان الطوموبيلات راهم غلاو، راهم زادوا في الدوبل في، والناس ما قدرتش تخرج الدوبل في، دونك خلي الطوموبيل ديالها، دونك ما كاينش البيع. اذا العيب عليك، خصك تعطيه الثمن اللي بغا، والمليح راه بالثمن، ما تقار ليش شي حاجه، كل حاجه راه بثمنها. وانتم تبارك الله كتعرفوني كيفاش تنهضر، وتتعرفوني علاش تنهضر، وعارفين السوق بصح اش فيه. ولكن الانسان ماشي عيب يقلب ويستاشر ويقلب على ما ارخص وما احسن، هادشي كلشي كيتمناه، ماشي عيب. ومرحبا بكم، وديما ان شاء الله، ودابا غنوريكم ان شاء الله واحد السياره ان شاء الله تكون مزيانه، ونتمنى وتنال الاعجاب ديالكم ان شاء الله. ها هما ان شاء الله لتحت غنوريها لكم بلا ما نقول لكم سميتها دابا، حتى تتبعوا معنا الفيديو وكملوا حتى الاخر. انا كنقول الثمن، راه الطوموبيل اللي كنكون باقي ما بعتهاش، راه كنقول الثمن، كنقول الموديل. وهذا الفيديو ينفعكم، ها انت اللي باغي تشري واخا ما تشريش دابا، اي استفد، ولا ما استفدتيش تنزه، ولا ما تنزهتيش تمنى الله يرزقك ويسهل الله، فهمتي يعني. ولا حفظ الفيديو عندك، راه ان شاء الله غترجع له وغتلقى هذا الفيديو هذا غينفعك ان شاء الله في هاد السيارة معينة أو اللي عندك. يعني أنا ملي كنعرض شي سيارة، طبعا كاين واحد الفئة ديالها اللي كيتمناو يشريوها، وإن شاء الله كيخدموا عليها باش يشريوها، وإن شاء الله غيشريوها يوفقهم الله. المهم أنا راه الحمد لله عندي المليح، اللهم لك الحمد. فملي كيشوف الإنسان يحفظ له فيديو من بعد يرجع ليها، وحتى إلا ما غيستافد وغيتنزه كاين، المهم ما كنلعبوش، كنبيعو نشريو حاجة نقية وما عاد ضرك حتى شي حاجة عندنا إن شاء الله. يعني تستافد تنفع من الضر بإذن الله تعالى، ونطلب الله سبحانه وتعالى لقينا ما أحسن منا، ونخليو ان شاء الله هذه السياره هذه مفاجاه. وحتى القناه ديالي راه كنحط فيها المعلومات كامله بالثمن وكل شيء، ولكن الا كتبعت الحاجه وباقي ما حطيتش الثمن راه ما نقولوش، ما نقدرش نقول الثمن. ولا القناه ديالنا راه هي هذه في اليوتيوب اوتو ولد رحيمو، ولا في المواصل الاخرى، المواقع الاخرى كلها ان شاء الله. ونهبطوا دابا ما نطولوش عليكم ان شاء الله، نوريكم الطوموبيل اللي غنوريكم ان شاء الله. ومرحبا بكم مره اخرى، بسم الله. هاد الميغان هادي جي تي لاين، هاهي تبارك الله، راه جي تي لاين العامرة كربون فايبر، طوموبيل في حالة نقية، موديل 2016، ضربة 160 ألف، 13 مليون و800 إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم عند اوتو ولد رحيم، ولكن المليح هادي راه الباك اللي خرج الاول، راه ما بقاش تخرج، هادي كانوا شافوها الدفعه الاولى ما بقاش تخرج الصراحه. حتى هنا تبارك الله عرفتي تتسوق انسيابيه، حق الله العظيم بحال شي جولف 7 ما عمرش. تبارك الله المميطر مزال ليكرون كبيرة، سيزيام صراحة، حتى في المازوت كونسومسيون ديالها في المازوت معقول، كروز لعيبات كلشي، الطوموبيل نقية بصراحة. صافي نسكتوها عند اوتو ولد رحيمو في قنيطرة حدا جامع بدر بن رامي. زوين طات بارك رادار،
العامرة تتبعد منها تتصورت الراس ها تتقرب تتحل مريتي تجمعوا بالضوء.